محمود عبد علي من سكان منطقة حميرة مديرية صالة، ذهب بنا إلى منزله يشرح أين تم الترميم لمنزله المتضرر من الحرب الحوثية كمرحلة أولى وما اعتمد له وما لم يعتمد. فالمجلس المحلي بالمديرية يتابع ترميم المنازل بالمديرية بأكثر من حارة. البيوت نزلت يعني في حال حرب، كلها أصبحت مدمرة، تكاد أن تكون تدمير يعني شبه كلي يعني، تمام ولا لا؟ والآن جاءت المنظمة، شكرا للمنظمة، شكرا للأمم المتحدة، عندوا لنا مبالغ زهيدة جدا يا أخي، اعتمدوا لنا بعض الأشياء وبعض الأشياء يعني سقطوها، لأن المبالغ زهيدة جدا لا تكفي لشيء من الترميمات. ويمكن أن يعني أنا أدعوكم تأخذوا صورة لما تبقى. مسألة إعادة الترميم للمنازل عملت على إعادة التطبيع في مديرية صالة بشكل كبير جدا، وهذا ما كدت إليه السلطة المحلية في إعادة تطبيع الحياة وعودة السكان النازحين والذين أثقل كاهلهم مسألة النزوح في مختلف المناطق في طبعا المحافظات المختلفة. عبد الرحمن أحمد سعيد هو الآخر يعمل على ترميم منزله الذي دمرته قذائف الحوثي، ويعتبر ما وصله من مساعدة مالية لا تكفي، لكنه يعوض النقص بعمل يده، ويعتبر أن إعادة الترميم مهم للاستقرار، وهو ما ينشده المجلس المحلي بالمديرية ويعمل على تنسيقه ومتابعته. ونرمم مخلفات الحرب الناتج من القذائف العشوائية من قبل ميليشيات الحوثي، دمروا مساكننا، دمروا بيوتنا، احنا قاعدين نرمم. حصلنا على فرصة من قبل منظمة صناع النهضة وقابلونا على أساس باعتقاد حددوا مبلغ ويقبلوه على شكل ثلاثة أقساط، فاستلمنا القسط الأول، شوفت عينك خلص المبلغ ولا الشغل عدو منتهيش. إلى الآن تقريبا رممنا 900 منزل، والآن يجري القيد الآن والتعاقد ل 500 منزل أخرى. بنهاية هذا العام ستكون اكتملت 1300 منزل، 1400 منزل، وهذا إنجاز كبير. الترميم طبعا هذه مدعومة من اليو إن دي بي وتنفيذ المنظمة صناع النهضة للجميع، للممولين في اليو إن دي بي وللمنفذين في صناع النهضة الشكر والتقدير، ولمواطنين الذين تعاونوا معنا. طبعا ما زال أمامنا مشوار لكي نكمل احتياجات الترميم في المديرية، وكما قلت هذه ترميمات جزئية ليس إلا. لم تنتهي الحرب في تعز، لكن حب أبناء هذه المدينة للحياة جعلهم ينهون آثارها والعودة إلى منازلهم بمديرية صالة التي رمم فيها حتى الآن أكثر من 1200 منزل، ولا زالت آلاف المنازل على خطوط النار تنتظر دورها بالترميم. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.